حياكم الله. من الملاحظ أن وزارة الداخلية تسير بوتيرة عالية للعمل بالأنظمة الإلكترونية. خلينا نسولف اليوم عن آلية إصدار الجواز الإلكتروني الجديد. خليكم ويانا. أول خطوة تحميل تطبيق الجواز العراقي من الأبل ستور أو الجوجل بلاي، أو زيارة الموقع الرسمي لمديرية شؤون الجوازات لغرض ملء الاستمارة إلكترونيا، أو التوجه إلى دائرة الجوازات لغرض ملء الاستمارة إلكترونيا باستخدام البطاقة الوطنية الموحدة والمعلومات المتوفرة بها. بعدها توصلكم رسالة نصية عن طريق الهاتف يذكر بها رقم الطلب، ومن ثم أخذ هذا الرقم إلى ضابط الجوازات وأخذ مستمسكاتكم الأصلية دون الحاجة إلى الاستنساخات كما كان سابقاً. والمستمسكات المطلوبة لإصدار الجواز الإلكتروني هي البطاقة الوطنية الموحدة وبطاقة السكن والجواز السابق إذا كان نوع الطلب تجديد، وبعدها أخذ المعرفات الحيوية ودفع الرسوم إلكترونياً. واللي يسأل عن ميزات هذا الجواز نقدر نلخصها بالآتي: يسهل عملية الحصول على سمات الدخول لدول العالم لموثوقيته الفنية والأمنية، لا يمكن تزويره أو التلاعب بمعلوماته كونه مطبوع ضمن مواصفات عالية الدقة وعالمية، ويحتوي على بصمات الإيد والعين والوجه. ومن خلال هذا الجواز تقدر تستخدم البوابات الإلكترونية المتواجدة في مطارات العالم. والأهم من ذلك، هذا الجواز مصنف ضمن منظمة الطيران العالمية الإيكاو المسؤولة عن اعتماد وتصنيف وثائق السفر. وقبل ما أودعكم أؤكد أن وزارتنا ماضية بالعمل بالأنظمة الإلكترونية لراحة المواطن. جوازك وطنك أينما تكون. في أمان الله. تفضل. أول واحد سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى وبهمة الأخوة في وزارة الداخلية وتنفيذ من قبل الشركة المتعاقد معها، تم تدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد. هذا الجواز فيه مواصفات أمنية وفنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة سلطة الطيران المدني العالمية الإيكاو. أيضا الجواز الإلكتروني الجديد ساهم في ترشيق بحدود 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وهذا عامل تبسيط بالنسبة للمواطن. ما مطلوب من المواطن هو التثبيت الإلكتروني ومن ثم جلب البطاقة فقط، ومن خلال مراجعة في يوم واحد كما تم شرحه الآن وتنفيذه بشكل عملي. خلال يوم واحد يتم إصدار الجواز الإلكتروني. ندعو المواطنين إلى عدم الاستعانة بالمعقبين، لأنه العملية برمتها هي تعتمد على هذه الإجراءات البسيطة، فلا وجود ولا دور لأي معقب في عملية إصدار الجواز الإلكتروني.